أبشر. السلام عليكم. في هون لحاله. بداية بنرحب فيكم في المركز الوطني لحقوق الإنسان في متابعة دور المركز الوطني للمراقبة على مجريات العملية الانتخابية. وفي هذه المناسبة الهامة وهي مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب 20، نشكر لكم حضوركم للمركز لتغطية هذا المؤتمر، ووجودكم ومتابعتكم معنا منذ الصباح الباكر لتغطية غرفة العمليات الخاصة بمراقبة الانتخابات النيابية داخل مقر المركز. بدأ المركز الوطني بالتحضير لمراقبة الانتخابات النيابية مبكراً، وذلك بوضع خطة متكاملة لغايات مراقبة الانتخابات النيابية بمراحلها كافة، والتحضير لتأهيل وإعداد فريق المراقبين في مختلف محافظات المملكة. وكان المركز قد أصدر عدة بيانات حول مراحل العملية الانتخابية كافة ومجرياتها. ولغايات مراقبة مرحلة الاقتراع اليوم، قام المركز بتشكيل فريق يضم 572 مراقب، منهم 474 مراقب توزعوا على صناديق الاقتراع في أقاليم المملكة المختلفة، وذلك بنسبة تزيد عن 8%، في حين يعمل باقي المراقبين في الميدان وفي غرفة عمليات المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراقبة. وسيتم إصدار تقرير نهائي بعد انتهاء كافة مراحل العملية الانتخابية، وسيطلقه ضمن مؤتمر صحفي ويرفع للجهات المعنية. واسمحوا لي أن أترككم مع المفوض العام معالي جمال الشمايلة ليطلعكم على الإجراءات التفصيلية ونتائج التي توصلنا إليها اليوم من نسب اقتراع وغيرها من خلال أداء المراقبين في الميدان. وأيضاً معنا الدكتورة نهلة المومني وهي منسقة فريق الانتخابات، والتي أيضاً ستطلعكم على أي تفاصيل تحتاجونها خلال هذا المؤتمر الصحفي. مرة ثانية بكرر شكري لكم بتواجدكم معنا. تفضل. التزام 99% من أعضاء لجنة الاقتراع والفرز بالحضور قبل بدء إجراءات افتتاح الصندوق. بلغت نسبة تمثيل المرأة في لجان الاقتراع 69.8%. بلغت نسبة وجود أشخاص في غرف الاقتراع والفرز من غير أعضاء لجنة الاقتراع والفرز عند فتح الصندوق وإجراءات إعدادات المحضر ما نسبته 22%. بلغت نسبة فتح الصناديق وعرضها فارغة أمام الحضور 97.9%. بلغت نسبة التقيد بعدد أوراق الاقتراع أمام الحضور قبل بدء عملية الاقتراع نسبة 81.1%. بلغت نسبة إعداد محاضر افتتاح الصناديق والتوقيع عليها نسبة 94.1%. عدم توفر الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في 15% من مراكز الاقتراع. ممارسة الدعاية الانتخابية أمام أو داخل مركز الاقتراع بنسبة بلغت 27%. ومن المظاهر التي رصدها المركز ارتداء أحد المقترعين ملابس تحمل صورة واسم أحد المرشحين في محافظة العاصمة الدائرة الثالثة مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة. أعتقد بأنه هذا كل ما ورد في البيان الأول. البيان الثاني الذي أصدره المركز، بلغت نسبة التحقق من شخصية الناخب أو الناخبة من خلال بطاقة الأحوال الشخصية 99.5%. بلغت نسبة إعطاء الأولوية في الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن 82.9. التزام اللجان بالإجراءات الأصولية المتعلقة بتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة
استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع واستخدام الأطفال في توزيع بطاقات للدعاية الانتخابية لصالح بعض القوائم، وجود مهرجانات وتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع بنسبة لا تزيد عن 26.8%. وعلى صعيد آخر، تلقى المركز الوطني الآن مجموعة من الملاحظات والشكاوي التي تم تمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب لغايات معالجتها. وجود اكتظاظ في العاصمة الدائرة الانتخابية الثانية مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية للبنات بسبب وجود إشكالية تقنية، وقد تم تمرير الملاحظة للهيئة. شبهات بمحاولات شراء أصوات في محافظة إربد. استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط العديد من مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة سيما الدائرة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات المركز الوطني لحقوق الإنسان تعمل على مدار الساعة وتتلقى الشكاوي والملاحظات على الهواتف التالية والموجودة واللي بإمكاني تزويدكم فيها بعد هذا المؤتمر. وشكرا جزيلا لحضوركم ولقيامكم بمهمتكم بصورة ممتازة. أي أسئلة إذا يعني كان في حالة تفتيش لأي منقبة ستقوم به سيدة مثلها، فطمن تماما بأنه لن يكون هناك أي نوع. بتحبي الدكتورة نهلة؟ شكرا على السؤال. الحقيقة أن هذا إلها تم تمريرها إلى الهيئة المستقلة أيضا لتقوم بإجراءاتها وبالتأكيد لعدم تكرار هذه الحالة. وهو مهم، حتى قوة الأردن هي مهم كدولة قوية لدعم أشقائنا في فلسطين وفي غزة. أكيد اليوم قد يتأثر المواطنين في هذا الشأن، وبعضهم من يتساءل إنه أروح أنتخب وأنا في هاي الظروف. يمكن نحن بالأردن تعودنا بأي تحديات إقليمية، وطول عمرنا إحنا عايشين في داخل إقليم ملتهب، لكن السير إلى الأمام دائما هو الخيار، خيار جلالة الملك، خيار الدولة وخيار المواطنين. فالذهاب لصندوق الاقتراع لا يتعارض أبدا مع وقوفنا في مع أشقائنا، لا يتعارض أبدا أنه إحنا اليوم نجري انتخابات رغم وجود هذه الظروف، وطبعا لا يتعارض أبدا مع موقف الأردن الثابت في هذا الشأن. فأكيد بعض المواطنين قد يتأثروا، لكن اللي بندعيه أنه قوة الأردن هي تأتي أيضا من قوة الدولة بدورها وفق الإجراءات والمقتضى القانوني. ما أود الإشارة إليه أنه المركز الحقيقة هذا الأمر لا يقوم فيه فقط يوم الاقتراع، للجهات المعنية في حال ورود له أي انتهاك يتعلق بحقوق الإنسان. أيضا وردتنا معلومات الحقيقة من المراقبين وأحيانا من الأفراد بوجود هذه الشبهات، وتم إحالة هذا الأمر. أما فيما يتعلق بالسؤال بوجود أشخاص غير مصرح لهم، ويجب أن تكون عملية الدخول وفق إجراءات محددة جميعا نعلمها حددتها الهيئة، والتي تتمثل بشكل أساسي بوجود هذا التصريح المتمثل في البطاقة. تم أيضا تمرير هذه الملاحظات للهيئة المستقلة للعمل عليها مباشرة. الإشراف على الانتخابات اللي شكلها المركز من أعضاء المجلس أيضا ليكون لهم دور في الإشراف حتى على ما تقوم فيه فريق الأمانة العامة. فبنحب أنه تطلعهم على زياراتنا اليوم والتجوال، وإيش في ملاحظات أخذناها، والصدفة التي كانت اليوم في وجودنا في مركز الاقتراع اللي انتخب فيه دولة الرئيس. فتفضل هن بيجيبوا لهم والمشاهدات التي ممكن أن نشاهدها، والاطلاع على مدى تطبيق في الجانب الذي يخصنا اللي هو جانب حقوق الإنسان. صراحة ما شاهدناه كانت تمر العملية بسلاسة، وكان هناك مطلق وتعاون مطلق وشفافية واضحة، وكان هناك إرشاد يعني واضح للمنتخبين، وكانوا يجيبوا عن أدنى الأسئلة وأبسطها، وحتى كانوا لدرجة أنه بعض الناس يعني كبار في السن، لاحظنا أنه هناك بعض الأشخاص كبار في السن يحتاجوا إلى عناية خاصة من غير ذوي الحاجات الخاصة، كانوا يجدوا الرعاية والأريحية والتعاون والإرشاد والصبر الطويل
خاصة في ظل وجود قوائم حزبية وقوائم محلية. لا أريد أن أطيل، فما سبقتم يعني أجدتم فيه، وشكرا جميعا. العزوف عن الانتخابات موجود له أسباب عدة، يمكن كثير في مؤسسات مش رح أجيب عنها أنا، وفي جهود لتوعية الناس وتثقيفهم لأهمية الذهاب إلى صندوق الاقتراع، وإحنا كمركز قمنا بجهود كبيرة قبل الانتخابات من شهرين تقريبا باللقاء حتى مع الشباب وفي الجامعات للحديث عن دور المركز كأيضا تدبير إضافي كجهة تراقب العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، لأنه أيضا قضية نزاهة الانتخابات بتضلها في تساؤل فيها. الذهاب لصندوق الاقتراع أكيد بده جهود، نتمنى أنه اليوم مع المرحلة الجديدة في وجود أحزاب، لأنه هاي لأول مرة تجرى بالقانون الانتخاب مع القائمة الوطنية اللي تشكل فيها 30% من الأحزاب، نأمل أنه تكون المشاركة أكبر، وبنهاية النهار الأرقام هي اللي رح تحكي عن حالها. فهي جهود بدها شغل، أكيد الأحداث رح تأثر، الأوضاع الاقتصادية بتأثر، والسؤال اللي إحنا انتخبنا وشو عملوا لنا أيضا هي منظومة وعلاقة ما بين المواطن وما بين المرشحين والمجلس النواب، اللي بنأمل إنه بالفعل إنه يكون دائما مجلس يؤثر في حياة المواطنين. شكرا لك. أي سؤال آخر من أي من السيدات والسادة؟ تفضلي يا أنسة. أنا يمكن بس أنا بدي أسألك حتى أستوضح، إيش قصدك بالانضباط؟ يعني الانضباط من أي ناحية؟ هلا رح يعني رح أعطي زميلي يتحدث، لكن يعني هي العشيرة والأحزاب ما إجوا يعني ما إجتش الأحزاب عشان إنه تلغي مفروض إنها تكون عملت ميكس. الأحزاب هي مشكلة من تنوع المجتمع، يعني أحزاب إلها برامج، كل حزب مفروض يشكل تنوع المجتمع، وإذا ضلينا نحكي إنه العشيرة محل الحزب والحزب محل العشيرة، فإحنا بنخرج عن المنظومة المجتمعية تبعنا. الأساس إنه الأحزاب هي تعمل في برنامج، تدخل في البرلمان لتنفذ هذا البرنامج، تلتزم في هذا البرنامج بغض النظر أفراده كانوا مدنيين عشائر، يعني هذا لازم نبعد من التمثيل الداخلي بهذا الشكل، لأنه إحنا اليوم نتطلع حتى لما نتطلع على القائمة الحزبية نتطلع على القائمة والبرنامج وليس فقط الأفراد. فنتمنى إنه إحنا الأحزاب هي ببرامجها يكون إلها الدور بغض النظر عن عشائرية أم غير عشائرية. أنا الرأي الشخصي مش مفروض يكون في تناقض ما بين ابن عشيرة يكون ابن حزب ويلتزم ببرنامج الحزب ويكون له دور في أداء دوره كعضو حزب لتنفيذ برنامج الحزب والتزامه مع الحزب. يمكن زميلي دكتور محمد طراونة كان رافع إيده، إذا هي نفسها بالاقتراع، فالانضباطية بالنسبة للمواطنين مين يختاروا هنا بيجي كيف المواطن بده يختار، فيعني الإجراءات هي اللي عاملة الانضباط المواطنين في عملية الاقتراع بغض النظر إذا كان عشائرية أو حزبية أو غير. رسالة الأخت الكريمة من الشراع عن نسبة التصويت صح محقة، بس احنا اليوم جانا تقارير لغاية الساعة 12:30 مبشرة في الخير في مناطق أخرى تكاد تصل النسبة فيها 70% لغاية الساعة 1 الظهر وراح تزيد. المرة الماضية في الانتخابات الماضية في عز كورونا وصلت النسبة 97% في بعض مناطق المملكة، حتى في العاصمة عمان اليوم رحنا على كذا دائرة بتلاقي مثلا الدائرة هاي نسبة الإقبال فيها ضعيفة، الدوائر الأولى والرابعة رايحين تشوف النسبة في المساء كيف بترتفع.
واحنا بس بدي انوه اذا بتسمحي لي سعاده الرئيسه والاخوان، يعني بشكر الاعلام لانه الاعلام رديف لنا في سير هاي العمليه الانتخابيه، وين ما بنروح بنشوف الاعلام بنقل الرساله الصح للمواطن. والنقطه الدوله الرشيده زي ما اشارت سعاده الرئيسه، الدوله الرشيده القويه اللي على الرغم من ظروف كورونا وعلى الرغم من الاحداث المؤلمه اللي بتاثر علينا كلنا في غزه، قادرين انه نحترم الاستحقاق الدستوري لو في حرب عالميه ثانيه. هذه الدوله اللي تحترم الدستور وتحترم مؤسساتها ما بتاجل الانتخابات. سبقنا الشقيقه الكبرى مصر قبل عده اشهر في انتخابات الرئاسه بنفس الظروف هاي الضاغطه، احترمت الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات. شكرا سعاده الرئيسه. الانتخابات اللي حكوا فيه الاخوان انه نتيجه الظروف اصرت اداره الدوله والدوله الاردنيه على اجراء الانتخابات في الظروف السياسيه والاقتصاديه صعبه. هذا الشيء جاء بمشروع مختلف نعيش لاول مره، واحنا كشباب بنعول على شبابنا الاردن في المشاركه في الانتخابات النيابيه لرفع نسبه الاشتراك التصويت. بس سؤال اليوم، يعني احنا المركز الوطني لحقوق الانسان في ملفات كثيره كانت مش موجوده على الطاوله، المركز الوطني لم يكن موجود على الطاوله بيانات ولم يتدخل في العديد من القضايا اللي تهم الدولة الأردنية وكانت ملفات ساخنة. نتمنى أن يكون في هناك دائما انخراط للمركز الوطني بهذه الملفات. بس شكرا. موضوع المركز ودوره في رصد انتهاكات حقوق الإنسان. اليوم إذا بدنا أضيف بس مسج نهائية قبل الاستماع إلى التفاصيل، إنه من ضمن حقوق الإنسان هو تشجيع الأردنيين بقيادة الزملاء والهيئة العامة بالذهاب إلى الانتخابات. الحقيقة عمان دائما نسبتها قليلة، نأمل عمان أن تشد الهمة هذه المرة وأن تذهب للانتخابات. دورنا نرصد من الساعة السابعة صباحا. نحب من باب دعم حقوق الإنسان نبدي أننا متفائلون في المركز بالأردنيين وبانضباطهم وبانضباط العملية الانتخابية، ونرجو بلسانكم جميعا أن تحملوا رسالة تشجيع لكل الناس للذهاب إلى الانتخابات. شكرا. شكرا أستاذ سائد. يمكن بالدور والولاية الأسئلة الخاصة بالأمور التقنية اللي سألت عنها شركة على فريق الانتخابات تفضل. شكرا. فيما يتعلق بتشكيل الفريق، الحقيقة أن المركز يمكن مبكرا من عام 2023 نهاية العام، وتوقعنا بأن يكون هناك انتخابات نيابية عام 2024. الحقيقة بدأ بالتفكير في آلية تشكيل الفريق بما يضمن قياديته للدولة الأردنية ممثلة بالهيئة المستقل للانتخاب. حول نسب الاقتراع، أنا تفاجأت، كنت صباح اليوم على شاشة التلفزيون الأردني تلفزيون الدولة في الساعة ونص الأولى كانت النسبة تزداد بشكل كثير مبهر، وتبين بأنه هناك بعض المناطق في الأطراف نسبة الإقبال على الاقتراع أكبر بكثير من أحبائنا العمانيين. أشد على يدي الهيئة المستقلة للانتخاب، ويبقى يبقى المرمى هو مرمى المواطن. إحنا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأنا أتحدث كعضو مجلس أمناء وكرئيس لجنة علاقات خارجية، أقول لكم بأن الإخوة الإعلاميين هم أهم شريك لنا في إيصال رسالة التوعية. عندما ننظر إلى ما حققه الأردن في هذه المنطقة، أقول بأنه نجاح يكاد أن يكون نجاحا عبقريا وأسطوريا. في بعض الدول لحد الآن ما عندهاش حكومة، في بعض الدول مش منتخبين رئيس جمهورية، في بعض الدول على مستوى مختار. لا نتحدث احنا، لانه نحن حقوق انسان، ومن حق كل اخوتنا في المنطقه في بلادنا العربيه من حقهم ان يمارسوا
يعني حقوقهم السياسية. نحن عندما نقارن أنفسنا مع الدول الأكبر نجد بأن ديمقراطيتنا بخير، وأن مواطننا له الحق ويمارس هذا الحق، ولكن علينا جميعا أنتم ونحن، مع أنه إحنا يعني مش واجب المركز الوطني في ولايته أنه يقوم بحملات توعوية، ولكن نقول لكم بأنه إحنا قادرين معكم أن نرفع هذه النسبة. وبصراحة أقول مبروك للأردن، مبروك للشعب الأردني، ومبروك للمركز الوطني لحقوق الإنسان. فإحنا حابين نسمع منكم يعني كلمة تشجيع، وإحنا كمجلس أمناء نلتف حول هذا المركز الذي هو ضمير الوطن. وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير. شكرا أبونا. المركز الوطني في هذا المشهد هو دور رقابي لضمان مراقبة الإجراءات العملية الانتخابية التي تؤكد أن هناك جهة محلية مستقلة، نرجع نأكد تمركز وطني هو مؤسسة وطنية مستقلة، وراقب الانتخابات منذ 2007 لم يدور في مراقبة الانتخابات، تقارير دائما مرورية. الأساس هو أن نضمن حق المواطنين بالوصول إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم بكل تيسير من غير أي تأخير أو أي شيء يؤثر على حقهم وإرادتهم. وهذا بالنهاية دور المركز ودور الرقابي. ومبسوطة أن نفتح نقاش خارج هذا الموضوع، لأنه هو موضوع وطني ومسؤولية وواجب وطني. وطبعاً البيانات التي تم إصدارها والنسب اللي سمعتوها لكافة الأطياف ابتداءً الشباب، طلبة الجامعات، طبعا يعني المرأة والنقابات، المجتمع المدني، وبالتأكيد الأشخاص من ذوي الإعاقة. هؤلاء جميعا الحقيقة تم تدريبهم بشكل متخصص، وروعي فيهم أيضا التوزيع الجغرافي بحيث يكون هناك عدالة جغرافية فيما يتعلق بتوزيع المراقبين على أقاليم المملكة الثلاث، أيضا ضمانا لوصولنا إلى أكبر قدر من الصناديق، وأيضا حتى تكون نتائجنا موضوعية وحيادية إلى أكبر الحدود. طبعا هذا الفريق له آلية ومنهجية في تشكيله، بالإضافة إلى التدريب المتخصص على المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، التشريعات الدستور الأردني والتشريعات الوطنية. كان هناك تدريب متخصص على تقنيات وآليات مراقبة الانتخابات، هذا هو الجزء الحقيقة اللي يعني يشكل فارقاً يوم الاقتراع. وأيضاً تم تدريبه على استخدام التطبيق المتخصص الذي يتفرد به المركز، لأن الحقيقة المركز هو الوحيد الذي يستخدم في مراقبة الانتخابات اليوم تطبيق إلكتروني. هذا التطبيق يضمن وصول المعلومات وفق مواعيد محددة إلى مقر غرفة العمليات في المركز أولاً بأول، وبنسب مئوية كما شاهدتم قبل قليل أو سمعتم، تعطي مصداقية أكثر. يعني لم نكتفي بالمعلومات النوعية، وإنما أيضا تم تحويلها إلى أرقام إحصائية حتى يعني أيضا نحقق يعني حق الأفراد في المعرفة ووصول المعلومة إلى الإعلاميين والأفراد يعني بشكل عام. طبعا يعني هذا الفريق أيضا هناك مدونات سلوك وقع عليها تتضمن مجموعة من المبادئ المتعلقة بكيف يكون الشخص مراقبا محايدا. وبالتالي الحقيقة يمكن هذا ما أستطيع أن أقوله في آلية تشكيل الفريق، فهي تمت وفق منهجية لم تكن اعتباطية ولم تكن وليدة اللحظة. فيما يتعلق بالتمويل، الحقيقة من ميزانية المركز لم يحصل على أي تمويل من أي جهة أخرى، إنما تم تخصيص، ولإيمان المركز بأهمية الانتخابات النيابية وبأيضا محوريتها في العملية الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيزا أيضا لاستقلالية المركز خاصة في إطار الانتخابات النيابية. ونحن نعلم جميعا بأن الجميع يعني تكون أنظاره موجهة نحو تقرير المركز والنتائج التي ستصدر عن المركز، فالحقيقة هو التمويل ذاتي من ميزانية المركز الخاصة. وشكرا. شوي.